اسود. اجا شباب شباب ووو. شباب جايز وينه؟ ليش ليش يا احمد؟ بكرهك بكرهك يا زلمه والله بكرهك. هلو يا جايز، انسايد ذا باك رومز. المره الماضيه لعبت مع الشباب، وصلنا للليفل اللي بعده بعد ما طبعا فشلت فشل ذريع باللعبه مع صبا. بس هلا تقدمنا في اللعبه، فاجا الوقت هلا نكمل ونشوف شو ممكن نوصل. هلا والله بالشباب. هلو وي ار باك، ليتس جو. اوه اجى الوحش اول ما ايش يا زلمه؟ لسه ما بدينا، استنى علينا شوي. شكله اجي عندك. اوكي بدنا نطلع. شكله وكيف جبته لعندي يا حبيبي؟ شو عمل لك؟ انت كنت متخبي ورا العمود يا زلمه. ما لي مصلحه هسه، بطلت من اول جيم يا زلمه. بالرب تعال عندي. شو تعال عندي؟ حسسني انه ايش معروفه انت. هيني صحيت. تعال تعال نشلح اللبسه هاي. بحس لا لا ليش تشلح؟ انا شلحت. ايه انتوا بتحبوا تشلحوا يا زلمه، انا ما بحب اشلح. ايه طلع. اوه ايش هاد؟ اسمع اخذت شغله فالف هاندل. شو هذا المسقوط؟ اسمع جرب ادخل فيه بالبدله تاعتك. الله يعطيك العافيه. خلاني ادخل بالفص يا زلمه. في هاي كمان بيك فالف هاندل. انا كمان عندي واحده. طب وين نلاقي معناته مكان نحطها فيه؟ طب تعالوا خلينا نلف الماب بس نشوف ايش الاشياء. هاي فالف هاندل انا كمان لقيت. هاي 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 احمد شوف. اوه ركبها. اوه اوكي سكرتها. هيك سكرنا التنفيسة. لازم تسكر كل التنفيسات عشان الباب يفتح. في واحد ميت. ايش هذا؟ في اكسس كارد جراج. هي الوحش هي الوحش. ابعدوا ابعدوا ارجع. يلا سكروا سكروا يا اخوان، انا هيني عم بسكر. يلا هاي نضحط يوز. اخوان في واحد ميت يا اخي، كيف هذا مات؟ شو قتله؟ يا الله هذا الوحش اللي قدامنا، يعني شو بده يقتله يا زلمة؟ ايه؟ مش فاهم. استلم هذا اللي جنبك، طلع لورا. اسمع بدي يا الله ما كيف ارجع؟ خلاص رجعت. الغاز راح. هاي بدها اكسس كارد. تعال يا زبالة. هيني جايكم. تعال جاي يا زلمه. هيدي يا زلمه تعبان. طلع قاعد بتمشى بالزاوية ولك متقصدر قاعد. في وحش مقتل الناس. استنى اشرب عصير وانا ماشي. والله اسمع هس. يلا يا حبيبي. شو هذا؟ في كبسه حمراء. كبسه؟ يمكن نقدر نحشر الوحش هون. سكروا عشان الوحش اللي هيو. لا وين كيش بدأت يا براب؟ كيف اسكره؟ طلع الله اكبر علينا. لا شباب تعال سكروا اي سكروا اي. افتح الباب يلا امشي. اوكي في درج. اوه شو الدرج هذا اصغر. غريب المكان. معقول في وحوش جديده هون؟ الاغلب اتوقع هو الوحش نفسه ما غير. كمان مصعد. ليتس جو. طب شو الباسورد اللي عليه؟ هاي الورقه 6250. استنى. اوكي ليتس جو ذا باركينج. كنا احنا بالباركينج. تفضل. في كمبيوتر. في باسورد يا حبيبي. طب كيف المفروض نعرف الباسورد احنا؟ سأل في ورقة 1 2 3 6. في وحش ورانا. هيو واو اب. اي واحد فيهم هذا؟
يا الله هذا هو نفسه. هذا نفسه تاع الباركينج. كيف اجى؟ طيب ايش ركب الاسانسير؟ وفي اسانسير تاني للوحوش. اسانسير خدمات. اوه في اشي باخر الممر. اوه فيوزات، بحط الفيوزات شكله هيترجع الكهرباء. والله يا ريت يا زلمة. اوه هيو هيو هيو. ايش ما رجعت الكهرباء. هسه برجعها. شلون بيصير معه؟ اه رجعت. الفيوزات القديمة هذيك؟ اه من المرحلة اللي قبل. اسمها هاي كي. شو كي؟ في هون حرف كي. اه والله اوكي يمكن هذا الكود بس حرف ك. طب نشوف الكمبيوترات هاي في سي هون كي سي كي سي. يا حبيبي هي هون. احمد انتبه. اسحب اسحب هون اسحب. خلينا نشوف كمبيوترات ثانيه غير هذول الغرفتين. سي كي سي كي. هسه بنحط سي كي بكل باسورد سي كي. طب شو عرفك انه مش كي سي؟ على الكمبيوتر في ورق ملونين ارقام، بحس هذا ترتيب الاحرف. طيب ما هي الاحرف هيهم هون. تعال ابو شغله مثلا الكي شو لونها عشان نعرف وين تيجي. اسود. اجا آه! آه! شباب شباب ووو! شباب جايز وينه؟ ليش ليش يا احمد؟ بكرهك بكرهك يا زلمه والله بكرهك. والله انك مؤذي يا زلمه والله انك مؤذي. طب شو صار؟ متت ولا عشان عم بهرب ببطء. ما هذا ليش بتروحش عندي؟ ها انت هون. وطي وطي. يلعن يلعن ابوك. هاي هون اسمع تعال شوف هاي كي الكي. طيب شباب 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 ويكو ويكو. اسف اسف اسف. في حرف ثاني في زد او شيء كي ابيض. طب بدي اسجل بدي اسجل. في كمان حرف شو زي هيك امواج. يا اخي شو ما بتعرف تقرا الاحرف يا اخي. مش عارف مش عارف. امواج امواج. هسه في كمان واحد زي مثلث. خلينا شو الالغاز هاي. والله ما بعرف. اسمع المثلث الجبل لونه احمر. شو مثلث الجبل لونه احمر يا زلمه؟ شو بتحكي قاعد؟ لا يا الله. شباب شباب ركزوا معي يا زلمه. مش راضي يحل عني يا زلمه. مش راضي يحل. انت زو عندك بعد انا بروح امشي. انا والله هي عندي يا اخوان. قاعد بيطلع علي بلذة وطمع. طب شو انت وين؟ اسمع طلع جابوا عندي. بص حكاش يا ابو الرب. اه اسمع هو بيخاف من الاسانسير. ما بيجي على الاسانسير. اه اوكي اجى 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 على الاسانسير. اجى على الاسانسير. طب اسمع معي وايت وجرين وبلو. بس ضل اشي بس ضايل بس الرمادي. وينه الرمادي؟ اه ايوه لقيت الرمادي. اسمعوا يا اخوان لقيت كل شيء انا خلاص. طب انا اقلك اياهم. طب شو 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 اعمل؟ شو اول واحد؟ التريانجل لاين بيربل. استنى شوي الاحرف عادية هون ما في احرف غريبة. يا حبيبي كيف بدنا نحل اللغز طيب؟ احرف عادية كلهم اي بي سي دي عادي. معناته لهم معنى هذيك العلامات احرف معين. اه احمد وينك؟ هيني تعال تعال شوف تعال شوف. ايش هاد؟ شارع. يي شو هاد؟ Let's fun the guest. شو يعني Let's fun the guest؟ هاي birthday party. اسمع في كبسة حمراء اكبسها. انا بقول كل واحد يكبس كبسة. يلا واحد اثنين ثلاثة. ما صار ايش. طب اخوان تعالوا تعالوا خلينا نشوف قصة الكمبيوتر. سنوني سنوني. هون هون شو هاد؟ 06 0 ايه هاد بالعكس. طلع طلع في شجرة بالعكس. اه كل غرفة بالعكس. استنى شوي 6 7 6 7 3 1 6 7 3 1 8. هاي اسمع هاي السيف. هاي السيف احمد ايش وينك؟ هاي تعال حاول افتحها هون.
ستة سبعة. ايش ام موضوعها هاي؟ اسمع هيو هيو مكتوب فيه على الورقة without releasing the cylinder number. اسمع بتوديها يمين بعدين شمال يمين بعدين شمال. اه فهمت، هيك بتعمل لوك على الاشياء، بتروح على ستة يعني ستة. أيه. ستة بعدين سبعة. سبعة بعدين ثلاثة. ثلاثة واحد ثمانية. ثمانية ما زبطت. استنى ستين. والكوهاي تسعين مش ستين. مقلوبة. تسعين. الله يخزيكو هاي تسعين. استنى بلش تلاتين. الوحش اجا ابو شكله كيف؟ فين؟ يا الله موت موت انقلع. وك ما مدش اشي. تسعين تمانين تلاتين هاي سبعين هاي عشرة هاي تمانين بعدين تسعين. فتحت. موشن تراكر. وانا كمان استنى. هيو هيو سكيورتي كودكس كل الاحرف بيحكي لنا كيف تترجم. شو الاحرف؟ طب شو ال... طيب حط عندك. طيب احكي لي شو رقم واحد. بيربل تراينجل لاين. استنى شوي تراينجل لاين. هيو. بعدين عندك ريد تراينجل اللي هو تو تراينجلز. يو بلو ويفز. انا ما في عندي الوان. واي. وفي عندك كي. كي دي. عندك زد. جي. عندك الهوك. اتش. عندك السي. دبليو. شو هاي الباسورد هاد؟ باسورد جوهو او جوهو. طيب خليه عندك عشان نكتبه او ممكن. ايش هاد موشن تراكر؟ معطيني ثلاث اشياء. هذا بحكي لنا انه قريب الوحش او لا. شكله الوحش هيو على اليمين هلا. اخيرا نشط. هيو هون الوحش. مش هون. روح 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 بسرعه. شو اكتب؟ او يو يو جي اتش جي دبليو. انلوك سكسس. بلو دور هاز اوبن. نايس. وينو؟ انا بعرفها. تعال 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 هيو تعال هون 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 على اليمين بيمين بشمال. الوحش 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 اجا. هيو هيو شايفه. لف. استنى لف على ورا الطاوله تاني. هيا اجا. يلا هاي الباب على الشمال. هيا رحت الباب. في مسبح. ما بيحب المي. ما بيحب المي. ما بيجي على المسبح. هيا بستنى فيه قتلني. وينكم؟ في عندك مهم واحد. في مسبح من نطفي بس. جيت جيت جيت. في كهرباء بالمسبح. ليش نط 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 يا زلمة نط. في كهرباء. نط. تأكد. ليه متت؟ فيك كهرباء. ابو شعلي ابو شعلي مات بالكهرباء. عشك ملابس ملابس الزي. نعم اسبك. ما انا بطلع على كيف انصعقت كمان مره. بتخوثوا. البس الزي يا غبي. ما انا كنت ميت في البحر اول ما انولدت فيه. اول ما انولدت فيه. ايش هاد يمه؟ ما بيقدر يهجم علينا غير لو قربنا كثير. صار صاحبك اوريدي. هيو 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 هذا هو. وينه؟ لا وين هو؟ اشو. خف عقلي يا زلمه هذا ميت. بقول لك the next pool is fully radioactive so full of radioactive surrounding below the water. طيب ما بنقدر نطفي الراديو اكتيفيتي. ما اتوقع بتزبط. اصلا لا. اصلا مش شغال الجهاز. لا اسمع هيو 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 في هناك اشي. اسمع شغل بالله الموشن تراكر. في اشي على اليمين. هاي في اشي على اليمين. وال شفت الاشي بتحرك على الشمال. في اشي قدامي بالضبط. لا لا هيو يتعتك الرب. لا تتحرك لا تتحرك. الله 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 اكبر. كيف اجاك؟ لا ايش هذا كثير بخوف. ابو شعل انتبه بلاش بتموت. هاي الباب اخوان شغلوا الموشن تراكر وانزلوا على البركه.
والله اسمع، انت بتحكي لي ما اتحرك، ليه حكيت لي ما اتحرك؟ بين اشي كان؟ بين جنبك 2 مترز يمه. اذا كثير بخوف الوحش هذاك اللي اجاني. اخوان الحقوني الحقوني بس. هاي هنا بلحقك. هم ما بيتحركوا يعني ولا مش فاهم؟ بيتحركوا بس خفيف. استنى استنى قبل ما تروح، في اشياء كان. وين؟ في كان هناك ورقة اتوقع. ما هدي يطلع من البركة قبل ما تموت يا حبيبي. انسى انسى الورقة يا عمي، انسى خلص. الباقي بتلاقيها مكتوب انه افويد راديو اكتيف مونستر. هسه بشوف. ماشي. وات از ذس برو؟ طلع شو فيه؟ مش عارف ايش اشي بس بخوف. ليش تقول لنا طلع؟ حسيتك جو. اسعى في و بي. يا اخوان في اشي تصوره. استنى، هاي في في مثلثية. جريد كود، جريد كود على الجثة. في جريد كود. قلت لكم. واحد سكوير. السكوير تي. تو بنتاغون. تي بعدين بي. سيركل ثري. تي بي او. تي بي او في. تيبوف تيبوف. تعال هاي الباب. رد اكسس كارد. معناته عند الميت هضاك. قلت لكم قلت لكم يا اخي. انا رحت لهضاك معاه ورقه بس. اسمعوا، اتوقع انه شو اسمه، لازم نرجع لهديك الغرفه اللي فيها الكيك الكبسات. شو هناك فيه؟ طيب هناك الكبسات ما بعرف، ما شفت ايش فيه، بس لازم نروح هناك. هناك رد اكسس كارد. شكله شكله حس الوحش الكلب هلا مره ثانيه. يا الله والله والله ما بدي ارجع له يا زلمه. معانا معانا موشن تراكر عادي يا اخوان. هيني وصلت وصلت وصلت. انا مهدي وينك؟ طيب هي ايوه ابو شالي وصل. هيني 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 في حد ضوا. هيني هلا هلا هلا. روح روح اكبس هديك، روح اكبس هديك وضلك كبسها. يلا. اختفوا. شو اللي اختفى؟ عندي كبسة اختفت. ايه اختفت. Let's play pop them all for die. كيف؟ افقع الضواو، كيف افقعهم؟ اسمعوا اخواننا، يمكن الناس بتستخدم المطرقة. هاي هاي بوب بالون، بوب بالون. كيف اضوي كيف؟ اكبس اكبس. ايه اكبس افقع افقع ايه ايه على البالون. ليه يعني؟ افقعهم. اسمع ما حبيت اللعبة. لا لا تتناقش، لا تتناقش مع الحيط يا زلمة. الحيط عم بيحكي؟ تطلع بترد على الحيط. كمان اللعبه هاي مش حلوه. في تايمر بحس. بس ما اتوقع، ما اتوقع الموت. طب افقع افقع بدل ما تتوقع. في واحد هون، في واحد هون، مش قادر امشي. هيخلص التايمر. يلا خلصوا صح. فقعناهم فقعناهم. فايند يور جيفت، فايند يور جيفت. سوين الجيفت؟ طيب stand to play، stand to play. طب هاي stand. واو يا حبيبي. شو هاد شباب؟ يا شباب طب ليه رحتوا هيك زي طارق؟ ما طارق. كل واحد راح بمكان. لقيت gift. يا شو هاد؟ one of two، one of two. يلا ما ازلخ يا زلمه، مش عارف تعطيني الهديه زي العالم الناس. في وقت، في وقت، في تايمر، في ظل. ايه ظل ايش؟ واو 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 واو. وين الهدية؟ خلا متت. كيف متت؟ خلا ما بعرف، طلع لي فجأة وحش ومتت. صراحة انا مو فاهم كيف متت يعني. انت تشتني والله. فجأة حدا ميت. ايوه بالضبط هيك، بالضبط هيك. ايوه ايوه نفس الطريقه اللي هي الطريقه. مسك بالون. نفس الطريقه هاي هي الطريقه اللي مت فيها انا. وين الهديه الثانيه؟ الله يلعن اخوان. في وحش ماسك بالون كثير سريع. بعرفه بعرفه، شفته على الورقه. طب احكي لنا، احكي لاهلنا. باول اللعبه، باول اللعبه. شو هذا غبي انت؟ بقول لك باول اللعبه بتتخوث. اسمع انا حاسس هاي متاهه يا اخي. توهت. وانا كمان ارجعت عشت. ياه هسه راح الاقي الهديه. لا اوكي خلاص، خلينا ناجل عمليه الهديه لبعدين. انا صلي ساعه دور على هديه مش ملاقيها.
والله احنا كمان يا اخوي. هاي لقيتها. افتحها. وحش. ليتس جو. حلو. خلصنا؟ المفروض. اوه. اوه اخيرا. اوه سوا منيح والله نزلت. نزلت وانا بدور على الباب تبعي وين راح؟ اوه يو. يي اسمع والله كنيسة تعالي لعب. ليتس بلاي بلو ذا كاندلز يلا يلا. وبدأي الغرفة بطل فيها مخارج أصلاً يعني مضطرين. أبو الربع ادخل تعال على المربع. تعال. بلو ذا كاندل. في على الأرض خطوط في على الأرض خطوط زي المتاهة. شوف زي النمل إحنا قاعدين بنتعامل هيك. طفيت كاندل. والله صعبة. والله ما أنا شايف إشي. لازم تقرب كثير عليه عشان تطفيه. بعيد. طفيت اوكي شو ضل؟ طفيت عم كل اوه ضل اوه رجعوا في وحش صوت وحش هو اذا طلع حنشوفه يعني مام هيو يلا مبدا كثير مخيف مبداها ترى انه كل شايفينه هو بس مش قادر يوصلنا عن جد بيلعبوا باعصابك اسمع هي انا رحت عندهم هذول الشمعات هي انا كمان واو حناكل هوا في تايمر حناكل هوا حيصير اشي خرا خلاص ذا اند صحي لا عادي بمشي من ورا الهاب كمان بقدر يظهر انا طب مش عادل هيك يعني كيف يعني كيف يعني كيف يعني كيف كلنا متنا كيف ستطبام كيف اسمع الوحش زعلان ماله ان شاء الله عمره ما فرح اي ما انت صحيح انه وحش بس عنده مشاعر ما معقول في طريق يا اخي ما اتوقع هاي رجع الضوء بسرعة الكل بلا في طريق لقيتها رجع الكاندس كلهم ضوء لقيت الطريق يا اخوان تعال عند المدخل مدخل مين يا عمي والله انا عارف شو بحكي هذا غبي يا زلمة بس هاي في شمعات فيها لا يحكم منها يلا ضل واحدة بس يلا وصلتها طفيناهم كلهم طفيناهم وين الشمعة الثانية؟ ما ضل هيهم فيش انفجر كيكة انفجرت اوه ريد كارد ريد كارد اخذت الريد كارد يا اخوان ليتس جو اخيرا اوف ينعن حريشه في باب هناك يا اخوان نروح عنده هي لازم نروح الباب قبل ما يعيش بسرعة في تايمر اجا ملعونه قدام اجا اطفي الضوء ما بشوفنا انا ما طفيت الضوء وقع خلص اجانا قتلني وانا طافي الضوء لا تقول لي هسه برجع الشمعات لا يلا ارجع عيش انا ولا لا؟ ارجع عيش اخوان انا لقيت الحل تعالوا الحقوني بس هاي تعال هون ورا هيني هاي هون وين؟ والله ابشر النار يا اخي كيف فكر قدر العيب الالعاب كلها؟ وال وصلنا ووو معنا الكرت الاحمر ووو هي هسه الوحش اللي هون لا خلص لا ايوه يا الله ليش دائما انا اللي بموت اسمع بطل يتحرك ليه اوكي يتحرك مش هون اخوانا بعرف وينه طب الهمنا هاي انا عند الباب اي رجعنا على الاسانسير انا بعرف وينه واثق من حاله يا زلمه تعال يا اخوان مش هون اجا ايه كيف انا متت قتلك علقت بشو علقت شي حشرني عند الديسك هستخدم اللعبه بدونكم يعني ولا شو هي الباب لقيته وين لقيته
اسمع لازم تدخلوا غرفة الكمبيوترات. هاي تعال تعال هون. شو عليه؟ ايوه ايوه صح. يا اخي ايش اعمل انا مش ملاقي. يا زلمه خلص فكك من اللعب. خلص سكر اللعبة سكر اللعبة خلص عادي. اي 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 هيك بتضحي فيه اذا انا فرد مهم بالفريق. خلينا نستنى هون. ايه ويلكم. ايش في غرفة جديدة. شو هي؟ ما بعرف مكان جديد على الكامل. شو فياته؟ مالك تستجبني يا اخي روح وشوف. حاسه بتخوت علينا عشان نرجع. لا جد شوف انا بعرف المهدي تافه بس مش هالدرجة. ايه بب 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 ايه مدحتك. هيا 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 اخيرا اخيرا الحياة. شو عشت بعدي؟ هيا اسمع انا حاسس يا اخي انا حاسس انه لازم نروح على البقال اللي حكى عنه مهدي تبع البارتي. انا اتوقع كمان هيك نرجع له. لا لا ما هو اسمع هنروح كل مكان حيكون نرجعه. شوف انا مع احمد. طب يلا روح. هاي دخلت على الغرفه. ايه هيها مين هذا احمد؟ ايه هيها هيها انا فيها ادخلوا من الباب الاحمر. واو مان ايش هاد؟ شو هاي الغرفه؟ هي بيك اب ارم حاطط عين وابصر ايش على الهاد. في موت جيلي هون. وينكم يا اخوان؟ انا هيني جوا هيني ابو الرب. في فار. طلع شو في على ال طلع رجل. في اشياء هون مزيت بلس. ايه ما بحب انا هيك. ورق شو طلع ورا تنين. في هون ورقه ريد نوت ثري ار. بدنا نعمل كيكه لالهم. ايه maybe this can be broken with something. جرب المفك. ايه كسرتها. لا كسرت اشي بس يا الله شو كمان هاي كمان ايد. شو كمان بدها؟ بدنا كثير يعني بدنا كمية. اسمع هون في وحش قدامه شغلة. شو هاد؟ هون تحط المكونات. حلو هسا فهمت. هاي اي هاي عندي ارم. اوكي حطها. طيب هاي ارم وتو فيت صح؟ حط انا معي تو هيدز. حطيت كمان رجل انا. سعدين كرمك اخوي. حطيت الروس صح. كل شيء صعب ضايل سيكريت انجريدينت. ضايل ايدين فيش ولا ايد. في ثلاث ايدين. هاي الايد ايد يلا كمان ايد اخبر. ها انا حطيت الايد الاخيره. ضايل ايد واحده بس. يلا حط الايد الاخيره. ضايل ايد واحده. والسيكريت انجريدينت على فكره هلا ما شفناه. خب مش لاقي الايد وينها؟ لقيت الايد. اخيرا يلا اعطيني ايدك. شكله ابو شعلة غبي ما فهمها. ما فهمت. لا صعبة هي مش سهلة. بدها ذكاء. احط الايد خلاص. ما في كمان سيكريت انجريدينت. شو هاد؟ جوا الباب اللعبة يمكن. ايه صار يمشي. ايه شو هاد؟ معاه اشي. هي المفتاح. فتت. ابو شعلة has been lost inside the... اطلع ادخل انا افوت. فتنا كلنا. شو اللي فتنا كلنا حبيبي؟ انا هيني لساتي ميت. شو هاد؟ بكلوا فيي. هجموا علي. اكلوني. طلعت انت الكيكة؟ والله شكله المفتاح. شكل الباب مش شهلو. شكله ملاش مصلحة مع الباب. والله شكله ما انا مصلحة. عملوا مني كيكة. انت سيكريت جريدي طلعت. شو؟ اسمع سيكريت جريدي طلع ابو شعلة. لا خسرت طلعت برا اللعبة. يا زلمة كله من وراكو عشان ترجعونا هون يا كلاب. طب اسمع ابو شعلة.
عيب علي بخيبك حبيبي اخوي. لا دخلت خلاص يا عمي، بدنا نعطيهم كيك الجماعة. انا كمان هدخل. وال هذا الاشي اللي شفته ابو شعلة؟ اه كثير بخوف. ايش فيه؟ وال بدهم قلب نابض. بس هيك احنا ختمنا اللعبة فعليا. اه ختمناها بالطريقة الغلط. وال يا زلمة شو هاللعبة يا زلمة. طيب يا جماعة بتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا بدكم كمان فيديوهات مع ابو شعلة ومهدي اكتبوا في تعليق او رح يختفوا للابد. لا وين الابد مين؟ لا كل مرة بدك تهددني بنفس التهديد. باي.